ده السنه اللي فاتت طبعا انتوا عارفين انها فازت بالكاس وسبورتنج فات بدوري السوبر، ولكن وكان هم طرفي لقاء ماتش السوبر اللي فات يوم الاثنين. ان شاء الله القادم افضل لكره السله سيدات بالنادي الاهلي. طيب هنروح للكره الطائره رجال، يمكن خبر برضو كويس المحترف او انضم لينا، لان طبعا عارفين حضراتكم انه خد اكستنشن او خد اجازه زياده لظروف عائليه من كابتن محمد مصلح ميدو، ولكن مواجه تويا معلش احنا لغايه ما نتعود على اسمه لان هو لسه يعني منضم جديد. فطبعا اهو هذا اللاعب الامريكي، على فكره انا عايز بس ادي لكم ملخص، ده لاعب منتخب امريكا، لاعب من الطراز الاول من الصف الاول لكره الطائره في العالم كله، لعب في اقوى الدوريات في العالم، يمكن اخر دوري لعب فيه تقريبا الدوري البولندي، حقق مع امريكا برونزيه بطوله كاس العالم اتلعبت في اليابان 2019. زي ما حضراتكم شايفين بيرتدي تيشيرت او قميص النادي الاهلي عشان يتصور بيه، هو رحب جدا بالانضمام للنادي الاهلي وحقق مع امريكا طبعا زي ما قلت لحضراتكم برونزيه كاس العالم. والحقيقه النادي الاهلي لما بيفوض اي لاعب سمعه النادي الاهلي على مستوى العالم زي جنيه الذهب، اكيد اي لاعب يرحب بالانضمام للنادي الاهلي. كاميرا الابطال كانت موجوده في مراسم التوقيع وعملنا التقييد، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. المحترف الامريكي طبعا تعاقدنا معاه تقريبا في شهر 8 بعد مجهود يعني يعتبر كبير جدا من اداره النادي كلها. وعايز اقول لك ان الموضوع جه يعني انا مبسوط جدا ان العنصر ده جه، يعني كواحد بيلعب في منتخب امريكا دي حاجه مشرفه جدا وكبيره جدا ان هو يلعب في مصر ويلعب في النادي الاهلي. الاداره ما بخلتش خالص علينا، الاتصالات تمت بسرعه والحمد لله خدنا الموافقات بسرعه جدا، لان هو كان عنده عقود ثانيه في بولندا وفي الصين، وعايز اقول لك بمبالغ اكتر من كده. هو كان ليه طلب واحد بس ان هو يجي في نص شهر 10، وانا وافقت على طول لان عارف ان الدوري بتاعنا بيبدا في نص 11 تقريبا او حاجه، لان كان عنده ظروف عائليه يعني. هو ده كان طلبه الوحيد وانا وافقت، وهو فعلا يعني بقاله شويه ما اتمرنش، لكن بقاله اسبوع متمرن معانا وانسجم مع الفرقه، وان شاء الله اتمنى ان هو ينسجم اكتر من كده لان ده مهم جدا بالنسبه لي ان هو ينسجم مع الفرقه وياخد عليها، وهو فعلا حبوب جدا وان شاء الله يبقى اضافه للفرقه. هو بيلعب في مركز 4 زي احمد سعيد كده وعصران وعبد العال معاهم في نفس المركز، وان شاء الله يبقى اضافه كبيره جدا، استقباله كويس جدا وعنده خبره عاليه من خلال يعني الاسبوع اللي فات ده. صحيح لسه ما اداش كل اللي عنده، لكن ان شاء الله يبقى اضافه كويسه قوي للفريق. شكرا، هذا شرف كبير لي. في البداية وكيلي تواصل مع إدارة النادي الأهلي والمفاوضات بدأت لكي أنضم إلى الفريق. أنا سعيد للغاية، للمرة الأولى سأكون متواجدا في مصر وإفريقيا، وأحب أن ألعب في دول وأماكن مختلفة، هذا ممتع للغاية. الفوز هو هدفي الفترة القادمة، وأنا أتواصل مع جميع اللاعبين أكثر. كانت هناك اختيارات ومفاوضات أخرى من أندية أخرى، لكنني اخترت أن أنضم إلى النادي الأهلي لأنني أحب أن ألعب في أماكن مختلفة وأتعرف على ثقافات جديدة وبالأخص الثقافة المصرية. ما زلت لم أرى المسابقات في الموسم، ولكن سنسافر إلى مدينة الإسكندرية للعب بعض المباريات الودية للمعرفة أكثر عن المباريات وطريقة اللعب، ولكن الكل يقول نحن الأفضل، هذا ما أتوقعه أيضا. سعيد للغاية لأنني سألعب لجمهور الأهلي وسنفوز لهم أيضا، وأريد من جمهور الأهلي أن يدعمونا دائما في جميع المباريات. الحقيقة ليا تعليق على الصفقة دي من وجهة نظري يعني المتواضعة، إنه الصفقة دي أعلى صفقة جت في تاريخ الألعاب الأخرى من ناحية مستوى اللاعب. يعني لما يبقى لاعب بيلعب في منتخب أمريكا اللي حصل على برونزية كأس العالم وما زال حتى الآن بيلعب مع منتخب أمريكا على فكرة، والبرونزية خدها سنة 2019 مش بعيد، فالليفل ده الحقيقة يخلينا نقول إنه من أعلى صفقة جت في تاريخ الألعاب الأخرى كان اللاعب ده. طب حاجة تانية، اللاعب ده هو جاي قاري كويس على النادي الاهلي، يعني زي ما انتم حضراتكم شايفين هو وجه كلامه لجمهور النادي الاهلي، يعني هو عارف قد ايه جماهير النادي الاهلي العريضه، وعارف قد ايه مؤازره الجماهير واهميه الجماهير بالنسبه للاعيب النادي الاهلي. حاجه تانية انه الفريق كان منتظره عشان يروح اسكندريه، هو عارف يعني هو جاي عارف انه رايح على اسكندريه
وفي الفعل الفرقه لعبت سموحه ولعبت الاتحاد وكسبوا 3-0. كل التوفيق لفريق كره الطائره ان شاء الله، هيكون اضافه كبيره، جارتها هيكون اضافه كبيره جدا لفريق كره الطائره ان شاء الله. رجال خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان نرجع نكمل مع حضراتكم الاخبار، ولكن بعد الفاصل.